الموقع. لا تلتزم لا بقرارات التزم، النقابة لأنها ليست قرارات كده. جمعية عمومية حقيقية بالمرة، أيوة. فلن التزم بها حتى ولو كنت هأخاطر بمنصبي. أنا بتكلم، وأنا سبق أن تقدمت باستقالتي في 2009. أيوة. واستقالة مكتوبة. أيوة. ولا يعنيني البقاء في المنصب، ولكن يعنيني قناعاتي ومواقفي. أنا مقتنع بصحة هذا الموقف ولا بخطورته. أنا هنا لما حضرتك تتكلم على الصحافة القومية، الرأي واضح وصريح بالزبط. أنه لا تلتزم بقرارات النقابة بالزبط. لكن كرئيس صحيفة خاصة أو صحيفة حزبية، هنا الحزب بيفرض إرادته، ده لو صحيفة حزبية، والمالك بيفرض إرادته. لسه أنا إذا كانت ما جاتليش الوفد دي مش عجباني، ما جاليش الوفد عشان أقول لهم سلام عليكم وأمشي. لكن معنى كده أنه الصحافة اللي هتطلع بكرة لو اتسودت يبقى ده قرار المالك، رجال الاعمال بشكل واضح. بالظبط كده، ده قرار رجال الاعمال والتزم بيه رئيس تحرير، قرار ولاك الصحيفه. واحنا كلنا عارفين لا يوجد رئيس تحرير لصحيفه خاصه يستطيع ان يخرج عن قرارات او اصحاب الصحيفه. كل الصحف الخاصه في مصر بلا استثناء. انا بقول قاعده وانا مقتنع بصحتها. تمام. طيب، لا لإقحام اسم الرئيس، ده ما زلنا في الطرح اللي بيقوله الأستاذ خالد صلاح، لا لإقحام اسم الرئيس في القضية دون تصويت الجمعية العمومية. البند الثاني من القرارات حدث فعلا إقحام لاسم الرئيس. أي. مش طولبت الرئاسة بالاعتذار. بالاعتذار، بس رجعوا تاني وقالوا لم نطلب، بيقول أو ما قالوا لم نطلب من الرئيس ولكننا طلبنا من الرئاسة، من مؤسسة، وده نوع من التحايل. يعني ايه من يمثل مؤسسة الرئاسة؟ يعني انا لما يطلع لي ده معناها كلام ناس مش قارين الدستور. طب فهمني يا فندم، فهمني من هو الذي يمثل رئاسة الجمهورية ورئاسة يمثل رئاسة الدولة واللي يتحدث باسمها؟ هم بهذا الطرح كان يطلع البيان ازاي من الرئاسة او الاعتذار ازاي من الرئاسة؟ موقع يعني طلع من مين؟ يعني هيطلع من سائق في الرئاسة ولا فراش في الرئاسة ولا جرسون في الرئاسة؟ يعني ده استخفاف بالعقول. الرئاسة يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من ينيب للتحدث عنه، اللي هو المتحدث الرسمي. هي ده الذي يعبر عن أراء. عشان كده حضرتك مستغرب مسألة لم نطالب الرئيس ولكن بنطالب الرئاسة أو المؤسسة. مش مستغرب ولا مندهش، أنا متيقن أن هناك تحايل ملوش معنى. أنا أفهم تقول احنا اخطانا عندما قلنا ذلك وعندما ادرجنا هذا البند، لكن ما تقوليش احنا ما نقصدش الرئيس، احنا نقصد الرئاسه. ايوه، نفس الفكره حدوث، لا نقصد المشير ولا المجلس العسكري. لا نقصد المؤسسه العسكريه، انما نقصد المجلس العسكري. أيوه. ونقصد المشير. ازاي يعني؟ طيب هستاذن حضرتك قبل ما نكمل هذه الدعوة لخطاب عاقل وتفاوضي للخروج من الأزمة والطرح اللي حضرتك مقتنع به تماما، وأضفت لي بندين في اليوم السابع، أرحب بالأستاذ سيد حجازي عضو مجلس